بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، إنه سميع مجيب. وردت إلينا أسئلة كثيرة، أستاذن فضيلتكم في عرض بعضها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى عن السامري: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي؟ يقال إنه لما صاغ الذهب، يعني أذاب الذهب في النار، أخذ قبضة من أثر فرس جبريل، من أثر الفرس التي عليها جبريل عليه السلام، فألقاها مع الذهب من أجل الفتنة. قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني نبذها مع الذهب من أجل فتنة بني إسرائيل.